احنا لما الدنيا تيجي علينا بنعيش رحنا وجينا قلنا احنا لما الدنيا تيجي علينا بنعيش ايام القعدة كل يوم بزيد همومة بس ما وقعت لازم تلاقوم فاكر في حد فينا من الغلط معصوم رمضان خلص خلاص كم واحد بيصوم فاكر رمضان زمان اما كان فاكر لمة زمان كله كان فاكر صوت المسحراتي فاكر بوجي ما بقتش ليه فرحان وعايز زي زمان ما بقتش احس بالفرحه بدلوني باعوا لي ضحكه في كيس وفرحوني بيقولوا لي هي بتكون فضولي يوم اتحسنت ورقصت جم يحسنوني ما الدنيا كده تبدا تدوسك فتزعل منها ترجع تبوسك تديك فلوسك ترقص تطمن لها وفي ثانيه واحده ترجع الحياه لاصلها ومن البداية كل ارتحنا وفي النهاية مهما الدنيا تيجي علينا بنعيش رحنا وجينا ومن البداية كل ارتحنا وفي النهاية مهما الدنيا تيجي علينا بنعيش رحنا بينا وفي الاخر وصلنا لايه وصلنا لمعه فلوس اتقلنا بيه ليه وصلنا درجه من الصف خلت اطفال تنطق بعد موته وصفع كف الايام مازنجر وافرو بيد وكابتن ماجد وكلبز بقيت تخلص وتاخد من الاخر بدل ما تدي وتهتم بالفقير بقيت بخيل بقيت تتمنى تكون في عيشه تانيه بقيت تشوف الحاجه نار وهي جنه بقيت تخاف تكون اصلا بتحلم بقيت بتندم ويفرحوا في ثانيه بدات تفهم بكلم على الوسائل اللي بتعملها الصح وبتبقى غافل فكر بعقلك وارجع لاصلك هتلاقي الدنيا كلها لسه بتنضغلك ونعيش تاني ومن البدايه كنا احنا لما الدنيا تيجي علينا بنعيش